بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم جميعا أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج أحزاب أردنية لهذا المساء. ما المطلوب من الإعلام في إيصال رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني للمواطنين ودعم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟ ما المطلوب أيضا لتعزيز قيم المشاركة في الحياة السياسية القادمة؟ كيف تريدون حكومات برلمانية لا تحكم في ظل وجود حكومات ظل تملك الصلاحيات الكاملة؟ للحديث كل حول ما سبق وأيضا أسئلة أخرى أحيي هنا الكاتب السياسي الأستاذ رمضان رواجد. مساء الخير سيدي. مساء الخير أكبر. يعطيك العافية. سعداء اليوم تكون معنا في برنامج أحزاب أردنية وأنت عضو اللجنة الملكية لتحديد المنظومة السياسية. أشكرك أخي بسام وسعيد أن أكون معك أنت بالذات. يعني الله يطول عمرك على هذه القناة اللي عودتني دائما أنها تستضيفني بكل المحطات اللي الله الفاصلة والمهمة في تاريخ بلدنا. الشرف عظيم. سيدي اليوم ما هو دور الإعلام في ما تفضل به أو المخرجات اللجنة؟ إحنا اليوم جلالة الملك وقع وطلعت في الجريدة الرسمية ب 15/5، لكن اليوم الإعلام ما في إعلام بترويج بكل هاي المخرجات. هو يعني أنا لازم أعطي مقدمة بسيطة ثم تفضل. أقول لك بالضبط دور الإعلام. أنا بعتقد أن الإعلام هو أداة تولز، يعني ليس الهدف بذاته، وقديم وبالصحافة بقولوا the media is the message. صحيح. فبالتالي الرسالة الإعلامية إذا بدها توصل لازم يكون في تمكين الإعلام. بعتقد إنه الإعلام الأردني الوطني، والوطني بقصد فيه كل الإعلام، يشمل كل إشي، صحافة، مواقع إلكترونية، الرسمي الخاص استثماري، مواقع، حتى السوشيال ميديا. نعم. هي كلها هاي تدعم الوعي إذا وجدت من يديرها بشكل وبرؤية استراتيجية فاهم على رسالة الدولة وفاهم على ما يريده الملك أن يوصله للناس، حينها تستطيع الإعلام أن يؤدي الغرض والوظيفة. لجنة التحديث السياسية أنجزت قانون أحزاب، أنا بعتقد أنه متقدم رح نحكي عنه، وعصري، وقانون انتخاب ممتاز، وصار في تعديلات دستورية وتغيير على الهيئة المستقلة، دمج الأحزاب فيها، وتغييرات على المحكمة الدستورية وغيرها من القوانين ذات العلاقة، إضافة للتوصيات الخاصة بالمرأة والشباب والإدارة المحلية وغيرها. نعم. إذا احنا بنحكي عن الإعلام، أنا بقول لك حقيقة سلام تسلمك. حلو. وأكمل حتى ما تقطعني. ما في إعلام الأردني الآن من يديره. لذلك رأينا مشاهد مؤسفة حقا خلال الأشهر الماضية، إشاعات بكثرة، لم تجد من يخرج لا من الحكومة ولا من المؤسسات الرسمية الإعلامية ولا من الصحافة ولا من الكتاب من يدافع ويقدم رؤية إنه هذا الكلام إشاعات والآخرين. وتركنا الناس لمدة أسبوع وأربعة أيام يلوكوا قضايا زي قانون الطفل، زي تذكير 85 دور لتحفيظ القرآن بينما الموجود 2500، أخذنا بالصوت العالي، لم نجد من يدافع عن هذه الرؤى أو من يدافع عن الحقائق. حتى في مجال القوانين الاستثمارية والحديث عن بيوعات وغيرها، ما خرج علينا وزير من الحكومة ولا خرج علينا إعلامي من إعلامي الدولة ليدافع ولا يقول أنه هذا كلام غير صحيح. كل من يقوم بالدفاع هم ناس الآن مستقلين ومن خارج الوظيفة، لا بل حتى عندما يدافعوا أحيانا مقالاتهم لا تنشر لأسباب غير معلومة، وأحيانا يتهموا بمئة تهمة، وأنت عارف أن الصوت العالي هو اللي يعني السائد، والصوت العقلاني جمهوره قليل. يعني صحيح. صحيح. أنا بعتقد أنه في ضياع للبوصلة الإعلامية في الحكومات الأردنية المتعاقبة الأخيرة، وفي ضياع للبوصلة بشكل عام. لذلك نرى هذه المشاهد المؤسفة في قضايا كثير اجتماعية وحتى في قضايا الجرائم اللي صارت في الفترة الأخيرة، أن الإشاعة هي التي كانت سيدة الموقف وهي التي سادت. نعم. ونحن كنا نقول دائما أن الخبر مثل الطلقة، إذا طلع صعب يرجع. ثانيا صعب. الناس تصدق الخبر الأول، ولو أنت أوضحت لهم بعده 100 توضيح ما بصدقوك. لذلك صعب. أنا بعتقد
أن الدور الإعلامي يجب أن يكون في ثلاث محاور. ما قبل الحدث، يعني عندنا قرار نمهد له قبل فترة، وأثناؤه وبعده، ونشرح للناس. أنا أعتقد أن هناك عدم ثقة تاريخية بين الشعب الأردني والحكومات، واضح نتيجة أن الحكومات كانت تنفي، ثم يثبت أن النفي الرسمي هو إثبات. وعندك مثلا أمثلة بالعمل السياسي والغير اللي طلعوا وزراء إعلام نفوا حوادث صارت، ومن ثم ثبت أنها جرائم وقصص، وصار في تدخل من الملك. الواقع. نعم. الآن المشكلة تعدت الحكومات، صار في عدم ثقة بين المواطن الأردني وبين مؤسسات الدولة. الحل لإعادة الثقة هو المحتوى، أن تقدم محتوى حقيقي وصادق، وتستطيع أن تبرد ذا جاب، يعني جستر اللي هو بين مؤسسات الدولة المواطن. والمواطن عبر تقديم كونتنت اللي هو محتوى قادر على إقناع الناس. صحيح في البداية رح تلاقي صعوبة، بس شوي شوي إذا الناس آمنت فيك أنك أنت بتحكي مضامين حقيقية، صحيح. بعد شوي تتلاشى السلبيات، وبصير الكونتنت اللي أنت بتقدمه المحتوى هو القادر على إقناع الناس. لأن الأجيال القادمة، يعني عطوفتك و... أي أجيال قادمة؟ يعني إحنا الأجيال هاي ضايعة. الأجيال الحالية خلنا نشوف. لو بلشنا اليوم للأجيال القادمة، إحنا نشتغل على الأجيال القادمة. إحنا خلينا الجيل الحالي الضايع. الجيل هذا أنا أعتقد يعني الجيل. جيلي يعني الناس ضايعين. يعني أنا أعتقد ما في ثقة مطلقة. شباب أنا وأنت ضايعين الآن في صحيح. في السوداوية اللي بتصير يعني طيب. في المجتمع. سيدي مخرجات اللجنة السياسية بعد مباركة زي ما قلت جلالة الملك، إحنا اليوم ما في أي مؤسسة إعلامية رسمية بتحكي عن الأحزاب أو تحط المواطن على حساب الأحزاب. بمعنى المهرجان جرش قبل المهرجان بأسبوع تلاقي كل عمان مرشومة يافطات ودعايات ترويج أي مهرجان كان. لكن هذا العمل السياسي الكبير اللي أراده جلالة الملك واللي فيه حياة جديدة، انطلاقة جديدة، ما شفنا الحكومة صامتة. هي القصة مش قصة حكومة، البلد تتنازعها آراء، تنبثق من مجموعة من الأشخاص الذين تسلموا الموقع والمسؤولية، والذين أنا بعتقد الصراع معهم الآن هي بين الجديد والقديم. الرؤية الملكية بتتحدث عن حكومات برلمانية، أو حتى أكون دقيق في الأوراق النقابية هاي حكومات حزبية وبرلمان حزبي. صحيح. لما احنا في اللجنة الملكية وضعنا 38 مقعد اللي هم نثبتهم 35%، بعدين 50%، بعدين 65. يعني في البرلمان اللي بعد قادم 41-50 ل90 نائب حزبي بالبرلمان. يعني راح يكون 91 حزبي من 138 عضو في البرلمان. صحيح. هذول راح يشكلوا حكومات قادمة. صحيح. لما الملك يصر على هذا الشيء، وأحنا مؤمنين أن الملك رؤيته للبلد صادقة للمستقبل، لأنه يريد مستقبل لهذا البلد ولأبناء البلد وللشعب الأردني، أحنا الآن أمام معضلة أن هناك من يرى أنه جاء بالمكتسبات اللي الوزارية ورئاسة وزراء ونائب على أسس إما مناطقية أو عشائرية أو محاصصة أو جغرافية أو إثنية أو عرقية أو أصولية. لأخ في المرحلة القادمة لن يستطيع رمضان أنه يتقدم للوظيفة العامة سواء نائب أو وزير حزبي إلا من خلال الحزب. فهذا بضعف دور مجموعات. هاي المجموعات هم اللي بقاوموا. يعني حقيقة أي نزعة إصلاحية أو أي رؤية للإصلاح، لأنه والتاريخ في أمثلة كثيرة دائما يقولوا أن القديم يحاول أن يحافظ على قدمه، والجديد يحاول أن يهدم ويبني. نحن لا نريد أن نهدم ولا نريد أن يحافظ، نريد أن يكتمل كل شيء بأسس قوية وبعمدان صلبة زي بيت الشعر. نعم. الواسط يكون قوي للحياة السياسية، والعمدان تكون بتشد من كل الأطراف. صحيح. اللي صاير الآن إعادة النخب
لتشكيل أنفسها من جديد. يعني كل الوزراء السابقين وكل المسؤولين السابقين واللي ما شفنا منهم يعني إنجازات تذكر، نعم، قاعدين بدهم يدخلوا الحياة السياسية من جديد، الحزبية، الحزبية والسياسية، نعم. عارف، وأنا هون بحكي يعني أطلق عليهم مثل قالوا أرنولد توينبي المؤرخ البريطاني، يعني هي أشياء قديمة بأشياء جديدة، يعني بحلة جديدة، بحلة جديدة، نعم. يعني كل واحد بلبس على طريقة غوار مختاركم جديد جدا، نعم. يتحدث إليكم مجرب لا يجرب، بشلح العباية وبلبس ربطة، بدلة وربطة والآخرين. عطوفتك يعني دور الإعلام، أنا مصر على دور الإعلام اليوم، الإعلام ما عمل شيء، وهذا اهتمام جلالة الملك، يعني هاي رؤى لجلالة الملك. الإعلام بالدولة الأردنية أو بالسلطة التنفيذية نايم. هلأ يعني لازم حد يفوق الإعلام، يعني لازم حد يقولهم انطقوا يعني ناطقين غير انت رسميا. انت ابن الإعلام وانت سياسي وكاتب، يعني الترويج عن موضوع الانتساب للأحزاب سواء كان بالجامعات بالقرى بالمدن وين ما كان، طيب الناس هاي كيف تسجل؟ يعني كيف بده يجي على باله انه انتسب للأحزاب؟ انا بدي اسألك سؤال، في برنامج في كل القنوات الرسمية والصحف الا بهذه القناة يعزز انتماء الشباب للأحزاب؟ ابدا. رؤية الملك وولي العهد سمو الأمير حسين لحياة حزبية مستقبلية، لا. الشباب عمادها، لا. لما قلنا باللجنة الملكية 20% من المنتسبين للحزب شباب و20% مرأة، إذا 40% دون 35 أو نساء وشباب يعني، نعم. ولما قلنا في قانون انتخاب أول خمسة لازم تكون امرأة أو ثلاثة وأول خمسة شاب، هو لإعطاء دور أكبر لجيل قادم يريد أن يقود البلد. لكن ما نراه الآن أنه ليس هناك حاضنة إعلامية ولا ثقافية. يعني أنا بحكي لك بصراحة، أنت حكيت عن مهرجان جرش، معرض الكتاب اللي صار، نعم. أليست الحياة الحزبية جزء من الثقافة العامة؟ طبعا. لم نشاهد أي ندوة في معرض عمان الدولي للكتاب عن موضوع الانتماء السياسي والحزبي والثقافة الحزبية. من يعلق الجرس موضوع الإعلام جد؟ يعني معنا احنا كل واحد يقول ليه وليه ما عملوا، بس من يعلق الجرس فعليا على هاي الاشياء المهمه بالبلد؟ انا وانت بنعلق الجرس في هذا الحوار بس. اما انا شايف في غياب تام لمؤسسات الدوله، في غياب عن الحياه، عن حياه سياسيه والاجتماعيه والثقافيه حتى والاقتصاديه، في غياب، يعني في فجوه قاعده بتصير كبيره. اقول لك انا مش شايف ملامح حاليا لاي محاوله لتجسير الفجوه بين الناس والمؤسسات بعد هذا السقوط الإعلامي. أنا آسف على كلمة سقوط، لكن أنت متفائل بالعمل الحزب القادم؟ التفاؤل ينبع من الإرادة، ما دام الإرادة متوفرة أنا متفائل، وأنا بعتقد أن الإرادة السياسية العليا متوفرة أكيد. هناك من يحاول أن يحبط هون وهون وهون، لكن كله بالآخر السيستم اشتغلت المسننات الروتيشن هاي، يعني بتصير الأمور ماشية. يعني من يحاول، أنا بعتقد من يحاول توقيف هذه العملية أي الانتقالية، شخص متضرر، أي شخص متضرر سيقاوم. جلالة الملك يعني رأس الدولة، هلا ما في خلاف على رأس الدولة، بس كل واحد يعني بحب يجيب النار على قرطه. اللي كان بتمثل في الأعيان وبالنواب وبالحكومة على أساس مناطقي سيصعب عليه أنه إذا ما كان حزبي، لذلك بده يقاوم حفاظا على المكتسبات او يحاول يشكل احزاب جديده. والان قاعد بيظهر عندنا احزاب مناطقيه، صحيح، يعني كما شفت انا في احزاب من مناطق معينه، صحيح. طب هاي المنطقه اصلا قانون ما راح يترخصوا هذول، لانه قالوا احزاب بقول لك ست محافظات على الاقل من المنتسبين، ومش واحد يعني تقول لي والله بجيب من الكرك والطفيله ومن عمان وواحد واحد، لا، لازم 30 واحد من كل محافظه على الاقل، على الاقل هذا بالقانون، بالقانون، طيب. بالقانون ملزم. ثانيا انا بعتقد انه الفجوه الاكبر في الحياه السياسيه هي كيف نقنع الشباب. هذا سؤال، هذا هو سؤالي القادم. يعني كيف الشباب، كيف نقنع انا الشاب سواء كانوا بالجامعات او غير الجامعات الانتساب، مع انه اهتمام جلاله الملك ولقابه ورؤساء الجامعات الحكوميه، لكن لغايه الان في خوف، لغايه الان في رعب انه طلاب ينتسبوا للاحزاب. ليه؟ طب ما القانون انا اليوم ضمن لي سلامتي وضمن حقي انه انا انتسب لحزب بالماده الرابعه من قانون الاحزاب. المساله لها اكثر من شق. بالشق الرسمي تاريخيا
مؤسسات الدولة كانت ضد الأحزاب، والدليل على ذلك حل الأحزاب ب57 وسجن أعضائها وأعضاء البرلمان اللي عارضوا الحكومات بعد سقوط حكومة تيمان نابلسي باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التي تركت تعمل على الساحة بحرية، ولما جاءت الحياة النيابية ب89 هم حصدوا المكاسب في حين غيرهم كان تحت الأرض يعمل. صحيح. في العام 92 لما صار قانون الأحزاب الجديد بلشت أحزاب ترخص اللي كانت عمل سري والآخر قومية ويسارية ووطنية وغيرها، وطلع لنا أحزاب وسطية 30-35. مع ذلك لم نستطع لا الأحزاب هي نفسها ولا مؤسسات الدولة والحكومات المتعاقبة أن تعطي ثقة للمواطن بأنه الانتماء لحزب هو أفضل من الانتماء للهويات الفرعية أو للعصبويات أو عد رجالك ورد الماء، بصير حزبك هو اللي بيدافع عنك مش عشيرتك ومنطقتك. نعم. ما قدرنا في الثقافة العامة نقنع الناس بالانتماء للأحزاب. ثانيا وهو نقد ذاتي أيضا، الأحزاب لم تقدم برامج كفيلة بجلب الشباب. لما يكون الحزب أمينه العام له 30 سنة كيف تقنعني أنه في ديمقراطية داخل الحزب؟ كيف تقنع شاب من جيل الميتافيرس والسوشيال ميديا أنه يدخل على هذا الحزب اللي الأمين عام من 92؟ ما تغير. كيف تقنعني في حزب تاريخي بترشح للانتخابات بجيب 250 صوت في الدائرة الثالثة؟ إذن الأحزاب لم تقدم أيضا ثقافة قادرة على إقناع الشباب في الجامعات والمرأة وفي المصانع والعمال والنقابات. عدا عن ذلك لم نؤسس في ثقافتنا المحلية سواء في المدارس أو في الجامعات أو في المساجد والكنائس أو في كل شيء دعم لثقافة وطنية تعبر عنها ثقافة حزبية قادرة أن تلم الجميع بكل مكونات الطيف والمجتمع الأردني. يعني أنت مع مناهج دراسية؟ أنا مع مناهج دراسية وثبتناها بالقانون. ثبتناها. لازم أنه الطالب من الابتدائي يتعلم الثقافة الديمقراطية، ثقافة أول شيء. ثقافة نعم. ثانيا يتعلم تاريخ البلد. احنا كان عندنا حزب ب23 أسسه في عود القسوس، وبعدين بتقال باشا الفايز أسس حزب ب28، بعدين اللجنة التنفيذية، بعدين الفريق شو اسمه راشد الإخزاعي وحسين باشا الطراونة وسامي شمس الدين سامي، بالعشرينات كان عندنا أحزاب ل57 وكانت بتفوز بالانتخابات، وكان الشيوخ العشائر حزبيين، ما في تعارض بين العشائرية والحزبية. نعم. الآن قاعدين بفصلونا، أنت قبل عشيرة معناته العشيرة بتحميك مش الحزب، وأنه البنت من الحزب أنه لا أنا الحزب ما بيحملني. حتى الأحزاب بما فيهم الإخوان المسلمين لما رشحوا في المناطق رشحوا شخصيات عشائرية عشان يفوزوا. العشيرة مكون اجتماعي مهم. حافظ مهم. على البلد. نعم. ومهم، ولكن احنا الآن نتقدم بدنا نعلي من دور الإيجابيات في الحياة العشائرية، وبدنا ندمج ما بين العمل السياسي والعشائري اللي هو كان موجود في الأردن من 100 سنة، ولعلمك قبل ما يجي الأمير المؤسس كان في شخصيات أردنية أحزاب في حزب الفتاة العربي وأحزاب أخرى كانت تقاوم الدولة العثمانية لما أتاتورك، يعني جماعة أتاتورك. نعم. نعم. حزب الاتحاد والترقي وحزب تركيا الفتاة سيطروا على الحكم من 1908 إلى أنه وصلوا للانقلاب الكامل في بداية العشرينات. كان في أردنيين أعضاء في أحزاب، يعني كما أنه الأردنيين بالعشرينات والثلاثينات والأربعينات شاركوا في تأسيس حركات قومية. نعم. زي حركة القوميين العرب ومنظمات فلسطينية تقاتل من أجل فلسطين. بالمعنى الحياة الحزبية ليست غريبة عنا، لكن في تراكمات حدثت ومنها تراكمات سلبية أكيد. حكومات، مؤسسات الدولة، الأحزاب نفسها، لا يوجد ثقافة لا في الجامعة ولا في المدرسة ولا غيرها. التعويض يجب أن يكون تدريجي. أولا من المدرسة ثقافة وطنية عامة. نعم. تشرح تاريخ الأردن وكيف كانت الأحزاب تشكل حكومات بال56، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانوية نأتي إلى التعريف بالأحزاب الأردنية، ونأتي إلى تعريف برامجها، وبالجامعة حرية العمل السياسي والنشاط الحزبي ضرورة، وهو ما تم إقرار 4 مواد
في قانون الانتخاب الأحزاب اللي تم وضعه باللجنة، ولأنا تشرفت أن أكون عضو في لجنة الأحزاب لحماية الطلاب والطالبات من أي تعسف بحقهم في مجال العمل السياسي والحزبي داخل الجامعات. هل هذا القانون يضمن حق المواطن؟ نعم. لكن في ناس شكوا أنه لا، أنه أنا لأنني يعني بعد 15/5 أنه أبويا بحزب نادوني ليش أبوك رايع الحزب الفلاني، ما بعرف مين شو الجهة اللي طلبتهم، لكن موجود على أرض الواقع. على كل أحوال بعد اهتمام جلالة الملك بالجامعات، إلا أنه بعض الجامعات مش فاتحة أبوابها للعمل الحزبي أو التعاون مع الأحزاب أو مع الهيئة المستقلة، أو يعني ما دام جلالة الملك اهتم وأكد على موضوع شباب طلبة الجامعة، وين الموضوع؟ شو الموضوع؟ ليش ما يكون في تعاون؟ يعني خلينا نحكي في ناحيتين، أولا الحياة الجامعية، وثانيا الحياة السياسية والحزبية داخل الجامعات. بدي أبلش من الثانية لأنها اليوم بالقانون هناك حرية العمل السياسي والحزبي، وعلى أن ينظم بنظام، والنظام طلع بس في عليه شوائب كثيرة. الحياة الأكاديمية يجب أن لا تتأثر بالحياة الحزبية، لا تتعارض مع الحياة الحزبية، صحيح؟ يعني بمعنى النشاط الطلاب السياسي والحزبي نشاط مقدر ويجب عشان ننمي، لأنه إحنا لما ننزل يعني في قانون الانتخاب سن المرشح ل 25 سنة، معناته هذا الطالب اللي عمره 22 بتخرج من الجامعة الأردنية أو اليرموك بعد 3 سنوات بترشح للبرلمان ضمن حزب. لازم ننمي الحياة الحزبية بالجامعات. اللي أنا شايفه أنه تحت مظلة الخوف على الحياة الأكاديمية في الجامعات تم وضع نظام جديد للعمل داخل للجامعات، للأسف قيد العمل السياسي والحزبي. طيب وين رغم أنه الأمير، رغم أنه الملك اجتمع برؤساء الجامعات والأمير حسين اجتمع مع عمداء الطلبة، القانون النظام اللي طلع واللي أنا قرأته حقيقة في مواد بتكرس عميد شؤون الطلبة كضابط إيقاع يعني لهذا، بيقدر بأي لحظة النشاط المسموح فيه يلغيه. طب أنت كيف بتقول لي حرية وأنت بتملك إنك تلغيه؟ صراحة في تناقضات عطوفتك يعني. لا هذا النظام أنا غير مقتنع فيه يعني، وأنا بعتبره يعني عرقلة من العراقيل الكثيرة اللي شفناها للحياة السياسية والحزبية في الجامعات. يعني هذه عراقيل مدروسة؟ أنا مش عارف إنه لما يحطوا ناس يعني أنا ما بعرف بعد يعني إرادة الملك، بدي أعتبر إرادة ملكية، واجتمع فيهم وقال انخراط الشباب بالأحزاب والنسبة المئوية اللي هم 20% لازم يكونوا مسجلين بالحزب. يعني اليوم الشباب بشكلوا 70% من عامة الشعب الأردني، وطلبة الجامعات كمان بشكلوا عدد كبير. طيب يعني ما دام هاي العوائق موجودة، وين رجعنا للمربع الأول يا أخ بسام؟ خليني أحكي بصراحة وما تزعل مني ولا الجمهور ولا اللي فوق يزعل مني. الملك رمز الدولة، حاميها، حامي الدستور، بلا شك. لا يعقل أن الملك يتدخل في عمل طبيب جراح ولا عمل دكتور جامعة ولا عمل أمانة عام. الملك يعطي تعليمات شاملة وتوجيهات اللي تحتهم الخبراء والاستشاريين والوزراء واللي بفصلوا الأمور وبنفذوا الرؤية. كمان احنا بصراحة في جزء من هذول اللي بنحكي عنهم ما جاءوا وتكرسوا على أساس الـ الـ الإخلاص في العمل أو الكفاءة والتميز. بعضهم جاءوا على أسس الشلالية والمحاصصة المناطقية كما نرى في التعيينات الآن. نعم. المحاصصة المناطقية والعشائرية والإثنية والعرقية والآخرية، وبالتالي تكرس. فما بده يعني الملك بيقول لك بحكي بالتلفزيون وبهذا، بس هم اللي تيجي عنده بعقد يعني قانون الاستثمار مثلا. أكم مرة حكوا عنه؟ أدخل موضوع بموضوع كثير. صار مستثمر يروح على النافذة استثمارية فيها 20 موظف مفوضين من الوزراء بالتوقيع، الموظف بيقبش وقع بوديها للوزير. طب ليش حطك الوزير عشان تمشي معاملة المستثمر؟ ليش بهرب المستثمر من عندنا؟ بيروقراطية عقيمة. طب أنت يا أخ بسام أنا فوضتك توقع عني هاي المعاملة، قال بخاف برجع ليها عشان أوقعها عشان ما أتحمل مسؤولية. يعني صار عندنا رعب إداري نتيجة أيضا التعيينات ليست بالكفاءات.
ولا في مجال التخصص؟ يعني هذا موضوع الواسطة والمحسوبية والفساد يجوز بده عشرات الحلقات من خلفها. لا، في الإدارة بالذات. والإدارة بالذات، لكن سنكمل حديثنا عطوفتك، لكن بعد الفاصل. ابقوا معنا فاصل قصير وسنعود. بدك تسافر هكلان هم المشاوير؟ لا تفكر ولا تحتار، مع الأردنية للطيران احجز من بيتك. خطوات الدفع من خلال اي فواتيركم. قم بالدخول للموقع الإلكتروني واحجز التذكرة www.jordanaviation.jo. قم بالاتصال بمكتب حجوزات الأردنية للطيران على الرقم 0655-017-60 للحصول على رقم الدفع الإلكتروني، ثم قم بالدخول إلى تطبيق فواتيركم الموجود على جوجل بلاي وآب ستور. اختر الأردنية للطيران من قائمة خدمات النقل والسفر، ثم اختر خدمة شراء التذاكر. قم بإضافة رقم الدفع الإلكتروني الذي قمت بالحصول عليه لإتمام عملية الدفع. باختصار، من الدار للمطار، الشركة الأردنية للطيران نتميز في خدمتكم ونسعى لإرضائكم. التداول بده ثقة وخبرة. شركة أدميرالز خبرة 21 سنة في مجال التداول بالعقود مقابل الفروقات للعملات والذهب والنفط وغيرها، مرخصة من هيئة الأوراق المالية في الأردن. ليش تتداول مع أدميرالز الأردن؟ فروقات سعرية منافسة، إيداع وسحب سريع، ندوات تعليمية مجانية. أدميرالز، طريقك للتداول. أو زورونا في عمان أم أذينة شارع إريتريا مجمع تايم سنتر الطابق الرابع. للاستفسار اتصل بنا على الرقم 06-400-9100. التداول ينطوي على مخاطر عالية. اهلا بكم من جديد مره اخرى. اسمحوا لي ارحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والسياسي الاستاذ رمضان رواجده. مساء الخير مره ثانيه. مساء الخير اخي بسام. يعني كنا تحدثنا عن الاعلام و عدم الاهتمام الاعلام برؤى جلاله الملك. يعني ما بعرف ماذا لديك بهذا الموضوع عشان ننتقل لموضوع اخر. يعني انا شايف انه الاعلام، يعني بتتذكر مقول لاحد رؤساء وزاراتنا كان يقول الاداره مرعوبه. صحيح. الاعلام الان مرعوب. الإعلام لا يبادر يتخذ قرار لوحده وقناعاته أنه هذا الأحزاب والتنمية السياسية والحياة البرلمانية والثقافية هي عبارة عن روح من 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 قضايا الشعب الأردني اللي بتطور، وبعد مئات السنين من وآلاف السنين من وجوده قاعد بتطور أكثر فأكثر. واحنا بنحكي عن دولة حديثة في الأردن طبعا، المئة الثانية، يعني دولة، يعني قصدي الأردن كان ممالك وكان حكومات، لكن بنحكي عن دولة حديثة بدأت بالواحد وعشرين. نعم. الآن احنا داخلين في المئوية الثانية لهذه الدولة الحديثة، ما زال الإعلام غير مبادر. المشكلة أن الرقيب الذاتي أصبح متقدم على ما كان يسمى زمان، يعني متخلف عما كان يسمى زمان رقابة المطبوعات. لما كان دارت مطبوعات كل جريدة بتحط مراقب. الآن ما حدا براقب الإعلام إلا القانون، وإذا بتخالف تروح على القانون بتتحاكم. ما زال في رعب من اتخاذ القرار. لذلك أنا بعتقد التراجع الحاصل في كافة مؤسسات الإعلام الوطني هي نتيجة الرعب الموجود في قلوب من يديرها إلى المؤسسات الإعلامية. جلالة الملك للنخب السياسية بيقول اتركوا الصالونات السياسية واذهبوا للأحزاب، لكن ما زالت الصالونات شغالة. يعني بتعرف الصالونات اتركوها، يعني خلينا نبلش بمرحلة جديدة. أما السياسيين اللي بالأردن على مدار طول عمرنا احنا بنشوفهم، اتركوا هاي الصالونات، روحوا شكلوا أحزاب، روحوا اشتغلوا الحكومة، خلصوا الحكومات برلمان حزبي وحكومة حزبية. يعني حديث جلالة الملك يعني ماشي، بس يعني هو توصيف دقيق من الملك، لكن هذول راح يضلوا بالصالونات السياسية لأنه لا يملكوا الرؤية، لأنه إذا راحوا على الأحزاب بدهم يعملوا أحزاب انكشفوا. يعني أنا قعدت مع شخصيات كانوا بدهم يؤسسوا أحزاب وتولوا مناصب ودنيا وإشي، وعقولة أخواننا السلطي جاي هالناس جاي، ما وجدت عندهم لا رؤية سياسية ولا رؤية للعمل الحزبي ولا رؤية لمستقبل الأردن ولا
يعني تفاصيل بالهيكل كيف تبنى الأحزاب، عرفت كيف يعني؟ هذا طيب هذا بأول اجتماع أمام زملائه في الحزب راح يشوفوا إنه ولا شيء. القصد أقول لك الصالونات راح تظل صالونات، لأنه البديل عن ذلك هو انخراطهم في العمل السياسي راح يفشلوا، فهم بالآخر بقول لك أهون الشرين أيضا قاعد بها صالون سياسي اللي عامل بيته مضافة وبيجيب له 20-30 شخصية بطخه على كل حكومة قائمة، على كل نواب قائمين، على كل أعيان، على كل الصحفيين. احنا صرنا في الأردن كنا مستباحين، لا حياتك الخاصة ولا العامة إلا مستباحة. واللي قاعدين بنشوفه يعني في السوشيال ميديا أمر مؤسف. حادث سير بتوفى فيه واحد بتصور على الفيديو بنبث قبل ما أهله يدروا فيه. صحيح. أين حرمة الميت وأين حرمة الأهل؟ صحيح. كم عيلة مكلومة من حادث سير شافت أولادها بالشوارع ميتين على السوشيال ميديا لأنه واحد بده يأخذ طبق صحفي، وهو ليس إعلامي، هو مجرد المواطن الآن. صار المواطن كلهم الصحفي. صار كلهم صحفي. عندنا 11 مليون 12 مليون موبايل بيصوروا. أخبستان خبرتك 30 سنة أكثر أسير. أنا من 87 يعني 35. نعم. الآن اللي إجا مبارح اشترى موبايل 200 ليرة أشطر مني ومنك. صحيح. وبطلع فلوس أكثر مني ومنك. صحيح. وصار مؤثر. لا، والدولة بتجيبه، هذا المهرجان بيجيبه صور لي، وهذا المسؤول بيقول له اعمل لي بروموشن، وصاروا يطلعوا آلاف الدنانير رغم أنهم لا ثقافة ولا وعي ولا شيء. للأسف يعني هاي المنظومة كلها غلط. لازم الإعلامي الحقيقي ضايع. صحيح. والآن صحيح. اللي بتصدر المشهد هو الزيف الإعلامي. يعني شو يعني مؤثرين على السوشيال ميديا؟ واحد لا ثقافة ولا ما في محتوى ولا علم. ما في محتوى، مجرد أنه على موبايل ببث، ما في محتوى أبدا. وشوف شوف الدكاكين السياسية والمحلات الذهب بيجيبوا فلان وعلان مقابل 2000-3000 ليرة. ما في إعلام زي أول. كنا نمشي في الباص ونروح على المسؤول عشان ناخذ تصريح هالقد مفرد، كنا نسميه بالجرايد. الآن تحكي معي واحدة أو زميل قبل فترة بده رأي بالأحزاب وقول لي بعثت على الواتساب، قلت له يا حو ما ببعث لك، اسألني وجاوبك، يا بتيجي عندي بتقابلني يا بتحكي لي على التلفون، أقل أضعف الإيمان. صحيح. الكسل هذا مش مرده التقنيات. التقنيات أحسن يعني بكثير من زماننا إذا استغلت بشكل أحسن. بمعنى الآن صار بإمكان الصحفي يعمل مقابلة لايف ويصورها فيديو ويصورها فوتو ويطلعها على الموقف بنفس اللحظة. الصحفي والإعلام ما بيقبل، الصحفي والإعلام ما بيقبل تبعث له على الواتساب أي شيء، لأنه هو مهني ومهنيته تلزمه مقابلتك شخصيا بمكتب ويكون في لقاء ليأخذ معلومة من أي شخص. لكن سأعود إلى موضوع الأحزاب. هناك أحزاب لها امتداد خارجي، يعني إذا وصلت هذه الأحزاب إلى الحكومة كيف ذلك؟ امتداد خارجي؟ يعني في مرخصة؟ مرخصة. طيب إذا الدولة بتعرف أنه امتداد خارجي ليش ما تشطبها؟ هلا ربما يكون، أنا ما بقدر أأكد كأنا مواطن وكاتب. نعم. الذي يملك المعلومة هي الحكومة. صحيح. إذا الحكومة بتعرف أنه بسام عنده حزب الامتداد برا الأردن، ليه ما استكره؟ ليش ترخصه؟ هذا أولاً. احنا في اللجنة الملكية وضعنا نص ان الحزب يشطب اذا بقرار، اذا ثبت تلقيه اموال من جهة غير اردنية او ارتباط تنظيمي او مالي بجهة خارج الاردن. بمعنى تنظيم دولي، تنظيم خارج سوريا، تنظيم وين مكان، هذا اذا ثبت وقد قدمت ادلة يعني ثبوتية انه يتلقى اموال. واليوم الحوالات مراقبه، دك المركز براقب الحوالات. طب حزب بيجي حوالي يوم شهريه من تنظيم برا الاردن، قدموا على المحكمه. ثانيا اذا كان في هناك احزاب مرتبطه بالخارج خارجيا، وربما يعني في علامه استفهام حول هذا الموضوع، انا بشير لك انه ربما في يعني ما بعتقد انه من هذه القوه انهم شكلوا حكومات ولا حتى يدخلوا بحكومات. هم عبارة عن بس هم على الساحة أعتقد يعني وضعهم كويس، ربما يكونوا واجهات للأحزاب الخارجية لوجود أو مقتضيات العمل الدعائي لهي تلك الجهة أو تلك. أما أنا بحمل الحكومة المسؤولية. الآن أحمل الحكومة المسؤولية إذا لديها معلومات مالية أو تنظيمية عن ارتباط بسام أو رمضان بجهة خارجية
المحكمة، والمحكمة هي بتقرر شطبه فورا. بمعنى لماذا السكوت على الغلط إذا كان في غلط؟ إذا أنت بتقول لي في أحزاب، معناته في الشعب الأردني بيعرف إنه في أحزاب طبعا، وأنا وأنت بنعرف إنه. طب الحكومة ليش غايبة عن الموضوع؟ احنا في نص في القانون عدا عن منع الارتباط المالي التنظيمي، حق الاحزاب الاردنيه في الائتلافات الدوليه، بمعنى ما تكون عضو تنظيمي في ائتلاف عالمي، لكن اذا حزب اليسار الديمقراطي او الحزب الديمقراطي الاجتماعي او الحزب دعي الى مؤتمر في المانيا للديمقراطيه الاجتماعيه وشارك لا يعتبر ارتباط. اذا حزب قومي دعي إلى مؤتمر قومي في مصر ولا بسوريا أو العراق، ما إذا ما كان في ارتباط تنظيمي ومالي. أما وهي ناقشناها مطولا، إذا صار حدث في دولة عربية وصار ائتلاف عربي أو عالمي لإصدار بيان تنديد بالحدث مثلا اللي صار ضد دولة عربية عدوان ولا آخره، وشارك حزب بوضع اسمه عبيان، طبعا هذا لا يعتبر لا ارتباط تنظيمي ولا مالي. الارتباط التنظيمي هو عندما يكون قائد الحزب أو قيادة الحزب أعضاء في تنظيم آخر، نعم، وعندما يتلقوا أموال من الخارج للصرف على الحزب. إذا الدولة بتعرف والحكومة بتعرف، معناته الحكومة مقصرة، وحتى الأهداف أو سياستهم يعني يتلقوا أهداف أخرى مثلا لا قدر الله فيها إساءة للبلد. أنا أثق كل الثقة بأنه ما بيستطيع أي حزب في ظل وجود القوة الأمنية الأردنية في مؤسسات الأمنية أنه يعمل إشي على الأردن في الأردن داخل الأردن. ربما يكون في أهداف سياسية، أما أهداف غير سياسية ما بعتقد. عرفت؟ أحد الضيوف قال الحياة السياسية والحزبية لا يمكن أن تستمر إلا إذا رفعت الأجهزة الأمنية القبض عنا. طيب ماذا ترد؟ في مقولة دائما أن الأجهزة الأمنية في قبضة أمنية. هذا العمل السياسي هو عمل باتجاهين، والعمل السياسي بيحتمل التداخلات. بمعنى في مرحلة من المراحل لما كان العمل السياسي الحزبي يهدد الأمن الداخلي كانت الأجهزة الأمنية تتدخل. هلأ بعد ما صارت في عملية حوار وميثاق وطني ومن ثم الأجندة وآخرها اللجنة الملكية، صار في اجتماع لثاني مرة بصير بين مدير المخابرات والكتاب والصحفيين. صحيح. أعلن فيها دعمه لكل نتائج اللي ضمنها جلالة الملك طبعا في رسالته، الأحزاب والانتخاب والكذا. هلا إذا في ناس في المستوى المتوسط في المستوى التحت لأسباب قد تكون أحيانا شخصية أو غير آخره، أنا بعتقد أنه أنت بتحدد مدى علاقتك بالأجهزة الأمنية. بمعنى كحزب يعني هو ليس اتهاما، هو حكاية بطريقة اتهام أنه يعني أنا شوف أنا أنه الأجهزة الأمنية أنا ترفع أنا القبضة أنا الأمنية والحياة السياسية والحزبية أنا خارج تمشي. الوظيفة ومش مدير عام وأنا مستقل وكاتب ويمنع مقالاتي يعني في الجريدة لأن يكتب أحيانا بسقف مرعبهم شوي، لكن أنت بتحدد مدى علاقتك بالجهاز الأمني. كحزب تشتغل تحت مظلة الدستور، مؤمن بالملكية ومؤمن بالأرض الأردنية وبالشعب والتاريخ والهوية، وتعمل بسلمية ما حد راح يدخل ما عليك خوف. أما إذا واحد يعني دخل بأساليب معينة أكيد في عين مفتحة بتراقب وبتتدخل في اللحظة المناسبة. نعم. وأنا ما بخفيك أنه أيضا في ناس ربما يعني يسعى لتأسيس مستقبلا أحزاب تكون ناطقة باسم دول أو غيرها، بس بالنهاية مصلحة البلد أهم. بالنهاية مصلحة البلد أهم من كل هاي السوالف. طبعا الأردن أولا، حتى لو كانت القبضة الأمنية موجودة. هلا أنا الله يرضى عليك بس لا تدخلني في مصطلحات مش إلي. أنا قلت لك طوفتك أنه أحد الضيوف قال أن الأجهزة الأمنية، عشان أنا بدي أوصل رسالة، إذا كانت هذا بالنهاية مصلحة وطنية لا خل القبضة الأمنية، ليش لا يعني؟ المصلحة الوطنية
تفوق على باقي المصالح. لما يتهدد أمن الأردن الداخلي والخارجي ما بصفي إلا القوة الأمنية اللي بتتعامل معه. متفقين. لكن في الحزب ما راح يهدد حدا يهدد الأمن الأردني. هلا ربما يجيك يوم بعد 5-6 سنوات سين من الناس يجي تمويل من برا يعمل حزب لأهداف ثانية غير سياسية. طبعا لازم يكون في تدخل لوضعه عند نصاب وتعالي يا عمي. يعني أحكي لك بصراحة، احنا شفنا محاولات للتدخل بالساحة الأردنية الفترة الماضية طبعا، وبالذات من إيران طبعا، ولولا القبضة الأمنية يا أخ بسام. هذا اللي بحكيه، أنا ما بسميها قبضة أمنية، احنا مختلفين عن مصطلح. طيب لما الإيرانيين جنبوا شباب وحاولوا يعملوا أحزاب وودوهم على طهران وتلقوا تعليمات، شو كان هدفهم؟ بث المشاكل داخل، لولا ما تسميها أنت القبضة الأمنية. واللي بقول لك كلها، أنا ما شفت من الأحزاب اللي بعرفها حدا حكى لي عن تدخل أمني. صحيح بيستدعوا ناس، بينادوا أهل واحد تنتهي، وإحنا بلد بالآخر ألو. ما في حدا بغيب ساعة عن بيته في أي مركز أمني اللي بتعرف وينه، وخلال يمكن ساعتين يكون طالع. صحيح. عارف كيف؟ لما صارت إيران تتدخل كانت العين الأمنية واضحة، وتم وقفهم ووقف نشاطاتهم اللي كانت تتدخل فيها. وإيران مش محبة بالإسلام وإنه ولا بالتشيع حتى، إيران تريد خلايا داخل الأردن زي ما هم الآن على حدودنا الشمالية. قبل 5 أو 6 سنوات قرأت خبر رسمي إنه السلطات الإيرانية تدفع 5 الميزانية الإيرانية لزعزعة الأمن الأردني. هذا الخبر يجوز قرأت، ما عندي هذا مشكلة أنا خبر يعني. بس شوف، إيران اللي استطاعت أن تزعزع أمن وتسيطر على 4 عواصم عربية والآن هي كانت على حدودنا. صحيح. وما زالت ميليشياتها على حدودنا، لا أستبعد عنها أن تتعبث بأي دولة عربية من دول الاعتدال العربي، من الدول الثابتة والراسخة في المنطقة، وعلى رأسهم الأردن ودول الخليج العربي ومصر اللي قاعدين سد أمام الأطماع كلها، أمام الخطر الصهيوني. احنا عندنا مثلث، الخطر الصهيوني يعادل الخطر الإيراني ويعادل الخطر التركي اللي بيحتل أراضي عربية سورية في شمال سوريا. أيضا أتراك لهم مطامع في الوطن العربي، مش استعمارية زي أول، لكن مطامع وجود، وللأسف لعبوها بدراما صح في الوقت اللي احنا ما روجنا للدراما اللي بتحكي عن تاريخنا. هم عملوا كل الدراما باللغة العربية دبلجوها عشان يوصلوا إلى المشاهد العربي يصير. هل تعلم أنه عدد السياح لتركيا ارتفع 36% بعد المسلسلات اللي بثوها الأتراك باللغة العربية واللغات الثانية؟ لأنه صار الناس بتروح. احنا ما استقلنا دراما حتى بالثورة العربية ولا بمقدم الأمير ولا عن شهدائنا ولا عن جيشنا ولا عن بطولاتنا ولا عن موفق السلطي ولا فراس العجلوني ولا محمد ضيف الله الهبهبة ولا خضر شكري ولا واحد من اللي استشهدوا. عملنا عنه مسلسل زي العالم يليق، وما شاهدناه من بعض المسلسلات فيها زيف كثير وفيها أخطاء ومشاهد تاريخية يخجل الإنسان أنه يتحدث عنها وتحتاج إلى حلقة كاملة عن دراما. الأتراك الآن ما عاد في احتلال دول، السوشيال ميديا والدراما هي اللي بتدخلك. هم يحتلوا سوريا، جزء من سوريا، وإيران تحتل العراق ولبنان واليمن وتتدخل في سوريا. إيران إذا سمح لها أن تتدخل الأردن راح تتدخل، لكن المستوى الأمني في الدولة الأردنية يقظ. صحيح. وواعي لذلك في مكابح لهم. والجيش الأردني على الحدود الشمالية في قضية تهريب المخدرات تقوم بها إيرانيون وميليشيات تابعة لهم. لما صار تغيير في قواعد الاشتباك وقتلنا منهم عشرات، الآن بلشت الأمور تهدأ شوي شوي، ويجب على الدولة أيضا أن تلاحق اللي الوسطاء اللي في الداخل. وشفنا الحملة الأمنية الأخيرة. صحيح. على تجار ولا تزال المخدرات. ولا تزال الحملة الأمنية على مروجي و مادة المخدرات. سيدي، يعني أنا حاب كلمة أخيرة بنهاية حلقتنا لليوم، بما أنه أنت يعني عضو اللجنة الملكية لتحديد المنظومة السياسية وكاتب كنا زمان قبل سنة. ولا تزال يا سيد، يعني كنت أحد الأشخاص المؤثرين، وأنت عملت يعني كنت مشارك بقانون حزب، يعني القانون مش يوم ويومين ولا ثلاثة، فهذا كلام مهم. أنا بدي أكلم منك بكل هذه
المواصفات. أنا بدي أعيد نقطة واحدة حكاها الملك نعم في مقابلته مع جريدة الرأي. نعم. قال الأحزاب ما بتنشأ من أعلى لأسفل. هاي النقطة اللي بتعاني منها الأحزاب من الأعلى. رمضان وبسام اقرأ المقابلة. قرأتها والله. يعني قايل سيدنا في الحوار أن الأحزاب لا تنشأ من الأعلى إلى الأسفل. وكتبت يا مقال. يجب أي حزب أن يشكل قاعدة أول في المحافظات والمخيمات والبوادي والريف والحضر، يناقش الشباب والمرأة والختيارية كلها، بعدين ينتشر في كل المحافظة. لما يشوف في قاسم مشترك 65-70% بين الأعضاء بقولهم تعالوا شكل حزب من تحت لفوق ينتخب قياداته. اللي قاعد بصير 50 وزير ونائب وعين بشكله حزب بقولوا الناس بعتنا هويتك على الواطة بنسجلك معنا. يعني أيام التقييد هاي بالجيش قيدنا، ما حد قيدني وما قيدني. الحزب يبدأ من تحت. ثانيا الأحزاب أخي بسام لها ضرورات إما تاريخية أو اجتماعية أو سياسية. يعني الأحزاب القومية في القرن 20 منذ قسطنطين زريق الذين روجوا لفكرة القومية العربية ومن بعدهم جاءت ردة فعل على الاستعمار العثماني والبريطاني والفرنسي. الأحزاب التحررية حزب الاستقلال في المغرب، حزب جبهة التحرير الوطني في نشأت لضرورات الاستقلال. ولما استقلت الدولة كان الحزب وصل لمرحلة الاستقلال، ثم بدأت بعد ذلك المشاكل. الأحزاب في أوروبا تعبر عن طبقات. الحزب العمال يعبر عن العمال. صحيح. الحزب اليمين المحافظ يعبر عن البرجوازية. الحزب الشيوعي يعبر عن طبقة الكادحة. عن ماذا تعبر أحزابنا؟ يجب أن تكون لها إما رؤية سياسية ذات طابع اجتماعي وبرامج يعني أو برنامج. العقائد انتهت، تقول الشيوعيين سقطوا، رأس مالي كله إسلاميين حكموا بالدول وما نفعوا، بالعكس جابوا الدمار. العقائد بدك برنامج قادر. أنت تقول بدي كل 4 سنوات برنامج مرحلي. يعني يا شباب برنامج الحزب لأربع سنوات القادمة أنه ننجح 15 في اللامركزية، 40 في البلديات، 10 كذا، ضمن برنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي رياضي تعليمي كله. أهم سيدي كله بعد ذلك الاقتصادي اليوم أهم المواطن أولا وآخرا بعيد عن الرياضة وبعيد عن الاجتماع. الناس اليوم لا بقول لك الاقتصاد والحاضن لكل شيء صحيح، لكن يعني احنا بنقول اليوم عن 57 حزب مرخص وبرامجها كلها الى حد ما متشابهه. ما راح يضلوا خبتان بعد بعرف بعد الائتلاف وهي الاشياء. لا لا لا، بعد 15/5 القادم في احزاب ما راح تقدر تكمل النطاق القانوني، في تحت التاسيس كمان. واما ان يندمجوا، واحنا حطينا ماده على الاندماج، واما يحلوا بعض ويشكلوا حزب جديد يعني، او ما عاد انه التمويل انتهى. كان ياخذ 500,000 يجيب شاولي. الامين العام قرايبه وخواته وجدار خواته ويشتري سياره فيهم، ويشتري سياره فورد فيهم، فورد فيوجن. فورد فيوجن. لنا لقاء خاص ان شاء الله تعالى بهذا الخصوص من خلال قناه اي ون تي في، وهي المتخصصه الصحيح. هذا البرنامج الوحيد على مستوى الاعلام الرسمي والخاص على مستوى المملكه يتحدث عن الاحزاب، وهذه بادرة من إدارة القناة أن يعني نسوق الأحزاب ونحث الناس والمواطنين والشباب على الانتساب بالأحزاب. أنت تجاوز 50 دقيقة، كل الشكر سيدي. والله أنا فكرت 20 دقيقة، أكثر من 50. كل الشكر لي. ما احنا الحزبيين السابقين تعطينا 3 ساعات بنحكي على العكس، يعني أكيد راح يكون في لقاء آخر أنت تختار. أنا أشكرك أخي بسام، وأشكر إدارة القناة اللي عودتنا دائما أنه تستضيف يعني دائما في برامجها كل النخب السياسية، وأنا يعني دائما ما بقصروا معي، دائما بتضيفوني في كل المحاور اللي بتتعلق بالعمل الوطني سواء الأحزاب أو الانتخاب أو الثقافة أو الدراما أو غيرها. وشكر جزيل لكل الطاقم المخرج والفنيين وغيرهم. سيدي انت شخص مكسب للقناة اول، مكسب لبرنامج، لانه انت يعني سياسي من كاتب سياسيا من الطراز الاول، وايضا احنا نتحدث عن احزاب وانت عضو لجنة ملكية بهذا الخصوص تحديدا. شرفتنا اليوم، راح يكون لقاء بين ان شاء الله. شكرا كل الشكر عطوفة الأستاذ رمضان. بلاش عطوفة، بلاش عطوفة، سيد انا متعود. ابو اوس انا متعود انه اقول لك عطوفة. لا انت زميل مش يعني ابو اوس احسن. اشكرك يا سيدي عطوفة ابو اوس. وانتم اعزائي المشاهدين انتهى وقت البرنامج لهذا المساء، القاكم بعون الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج احزاب اردنية. الى ذلك الحين هذه التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.